أوائل الضحايا الآن هل سيتم اعتبارهم شهداء لهم حقوق؟ كتبنا للسيد رئيس الوزراء المحترم وهو طبعا اتصل واطمأن ووجه بالتوفير الإمكانيات للبحث عن المفقودين في بداية الحادث، وكتبنا لسيادة رئيس الوزراء باعتبار عوائل الضحايا أو الضحايا شهداء وكذلك تعويض عوائل الضحايا. زين الحجي وين هسه بالمحافظة طالع؟ شنو وضع الآن؟ سيكون تحت طائلة القضاء. تجاوبني بصراحة؟ نعم. هذا الوليد المتجاوز، أنت تعرف لي صريح أستاذ نجيب لولا، هذا المتجاوز اللي سواله مرقد وسواله ضريح وسواله إمام، من بظهره؟ هو بوحده ما يسوي، من بظهره؟ واحدة من الأسباب الرئيسية قلت لك، صدقني أستاذ نجم صدق، هسه قد يكون بعض الناس يجوز آخرين أنا ما أعرف أنه داعمين بطريقة غير مباشرة، لكن بالمباشر الشيء الأساسي العقل الجمعي للناس داعمه، قلك إياها اللي لا أنت تقدر ولا أني أنه نقولهم هذا المكان مو صحيح تروحوا له. يعني استغل يعني هذه العاطفة وهذا التاريخ وهاي النبذة التاريخية، استغل هذا الاستغلال عزيزي انت الان. يعني مو انا ليش اقول لك، انا قبل سنتين هم ناس بنولهم فرد مكان معين بمنطقه الحر الصغير وعشرات العجلات تروح له ومئات الناس تروح له، لكن انا استخدمت صلاحيتي كمحافظ والبلديه تابعه لي ومباشره سويت تجاوز على ارض البلديه وانتهى الموضوع بساعات معينه. يعني الحجي خلينا نستخدم القانون استاذ، خلينا نستخدم صلاحيات الدولة. استخدمتوا القانون، نروح ننتظر انه المواطن يصدق لو ما يصدق هذا يعني حالة دينية؟ يعني حجي محسن يمتلك القدرة والإمكانية على التجاوز على حق الدولة، ويمتلك القدرة والقانونية القدرة والصلاحية على تجهيل الناس وخداعهم، والدولة والمحافظ لا يمتلك صلاحيات شيء للحجي، ولا يمتلك صلاحيات من توعية الناس، ولا يمتلك صلاحيات من منع الناس، وذلك لحساسية الموضوع. لا أستاذ، وبدليل أستاذ اسمح لي، وبدليل انه اكو واحد بالموطن اللي صلاحيات استاذ، واضح اقول يابا يا استاذ الوزراء سمو لنا انا محافظ يا اقول يابا نقل الصلاحيات يا معودين، ترى المحافظ مباشرة ويا الحالة موجود. اي خلاص قسموها الطائرات استاذ، الان هي بس القطاره. انا ادري انا عارف استاذ سيف، تعال شوف اراضي واسعه دلالين وغيرهم يتجاوزون عليها، والمشكله انت تحرق بدمك، واذا تروح تودي للتوقيف مو صلاحيتك تتجاوز القانون، لان دعوه قضائيه لازم السيد الوزير بنفسه او من يخوله، وباقي الاراضي متجاوزين عليها الاخرين. استاذ احنا هاي المشكله، ترى انت فتحت موضوع جدا مهم، وانا يعني اشكرك انت تخلي مرات مرتكز وتنطلق الى موضوع اخر اهم مهم جدا. يا اخي العزيز استاذ نجم، اراضي الدولة اللي هي ملك مقدس للناس بسبب عدم نقل الصلاحيات، تمسك صلاحيات بيد الوزارات، الان اكو تجاوز عليها مو طبيعي، وهذا مثال، وهذا مثال. هسه انت الان قلت معلومة خطيرة، لو قطارة في صيف مكان تابع البلدية ودعتك يوم واحد ما تبطئ. هسه انت يعني قلت معلومة خطيرة، ورا ما سوى الوليد الحجي مزار هنا واحد هم عجبه حط له شباك بالحر، وباكر يحطون بعين التمر، او تصبح هاي القضية يا اهلي عجبه ما عنده شغل يروح يفتح له امام، ويساء الى تاريخنا والى تاريخ آل البيت الكرام من ورا قطيع ظال ونفر يقف فراهم مجموعة من الجرذان والمسلحين. أن انتبهوا، نحن أمام خطر يمس المذهب.